السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مائدة أم حمزة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال بإذن الله. الوصفة ديال اليوم غتكون رغيفات معمرين بخيزو أو بالجزر، كيجيو أكثر رائعين بطريقة جديدة مبتكرة سهلة بزاف، مكونات بسيطة متوفرة في أي بيت وما فيها باس ندخلوا لوليداتنا دائما الخضرة في حويجات بحال هكذا بساطين. سورتو أن هذه الفكرة هذه كتجي رائعة بالنسبة للسيدات اللي عزيز عليهم الرغيفات للفطور أو للكوتي. هذه الفكرة كتجي غزالة بزاف. وندوزو على بركة الله نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجو. كما كتشوفوا عندي هنا الجزر اللي سبق ليا وحكيتو الحكاكة الرقيقة، عندي جوج حبات ديال البصل اللي سبق لي حتى هما حكيته، حبة من ضامة البنة غنمي، وعندي شوية ديال الملح والبزار، وزيت الزيتون اللي غادي نشحر فيه هذاك البصيلة مع هذاك الجزر اللي سبق لينا وحكيناه من قبل. طريقة سهلة بزاف كتجي أكثر من رائعة. وندوزو على بركة الله طريقة تحضير. هنا فكندوزو اول حاجه كنديروها كنشحروا داك البصيله ديالنا، كناخذ مقيله كندير فيها القليل من زيت الزيتون بهذا الشكل هذا، وكنديروا داك البصله تشحر واحد شويه حتى تنزل، عاد كنضيفوا داك الكميه ديال الخيزو اللي عندنا محكوكه. صراحه هاد الطريقه كتجي لذيذه بزاف، الرغيفات كيجيو ولذادين، انا متاكده الا جربتوهم ما عمركم غادي تستغناو عليهم من هنا لقدام. صافي، من بعد ما نزلات هذيك البصيله كنضيفوا داك الكميه ديال الخيزو اللي عندنا محكوكه، مع التحريك دائما كنحركوا باش ما يتحرقش لينا الجزر ديالنا، والعافيه دائما تكون مهيله. كنستمر بالتحريك حتى كيتقلص الحجم ديال الحشو ديالي، عاد كنبدا نضيف داك التوابل اللي عندي. فمن بعد ما تشحرات هذيك البصيله مع خيزو كنضيفوا داك الكميه اللي عندي ديال الملح والبزار، دائما الملحه حسب الذوق ديال كل سيده، بصراحه كطلع واحد الريحه لذيذه بزاف. غادي نستمر بالتحريك هنا، فغادي ندوزو نضيفو هديك ضمة البنة اللي عندنا ديال الغنمي، وكنحركو حتى كتشحر مزيان وكينسجم الحشو ديالنا مع هدوك المكونات اللي ضفنا. بصراحة النسمة طالعة رائعة، كنتمنى انكم تجربوهم. صافي غنستمر في التحريك حتى ينسجمو داك المكونات مع بعضياتهم، وغادي ندوزو بالتحضير العجين اللي غادي نعمرو به هاد الحشو. هانتوما معايا،
فمن بعد ما سلينا الحشو ديالنا شحرناه مزيان ودرناه في الطبسيل وخليناه على جنب يبرد، فغادي ندوزو نحضروا العجينه ديال الرغيف اللي غادي نعمروهم بداك الحشو. فكل ما كنحتاجوه هو عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض اللي سبق ليا وغربلته من قبل، عندي 200 غرام ديال الدقيق اللين اولا الفينو، القليل من الملح، وعندي ساشيم ديال الخميره الكيميائيه ديال 7 غرام كتعطيه واحد الهشاشه وواحد التحميره رائعه. هانتوما غتشوفوا معنا كيفاش غيجي الشكل ديالو في الاخير، وندوزو على بركه الله نبداو في العجينه. صافي غندير الدقيق، غادي ندير معاه داك الفينو، ساشي ديال الخميره الكيميائيه، وغادي نعجن الملحه، غادي نخليها حتى نجمع العجينه ديالي. طبيعة الحال هادشي كله غنجمعوه بواحد الماء اللي تيكون بارد. صافي هنا من بعد ما تجمعات العجين على هاد الشكل، غادي نضيفو داك المليحه مع شويه ديال الماء باش تدلك، وغادي نخليوها تدلك مزيان حتى نحصلوا على واحد العجين اللي القوام ديالو تيكون رطب متماسك يعني، ويعني كيكون رطب ما تيكونش قاصح. صافي دابا غنزول العجينه ديالي من بعد ما دلكات مزيان، غادي ندوز نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح لمده ديال 10 دقائق، عاد غادي ندوزو باش نشكلوها كويرات صغار. وهنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دازت هذيك 10 ديال الدقائق، فغادي ندوزو باش نشكلو الكويرات ديالنا صغارين مع الاستعانه بالقليل من الزيت النباتيه، غادي نشكلهم كويرات وهانتوما معايا. صافي هنا من بعد ما انتهيت من تشكيل الكويرات ديالي على هذا الشكل، فغادي نغطيهم مره اخرى بالفيلم اليمونتير وغادي نخليهم مده ديال 5 دقائق ونرجعوا باش نحشيوهم بداك الحشو اللي وجدناه في الاول. دازت هذيك الخمسة ديال الدقائق، كما كتشوفوا الكويرات ديالنا ارتاحوا مزيان مع الاستعانه بالقليل من الزيت النباتيه والفينو. كيف ما كتشوفوا حتى الحشوه ديالنا فهي بردات تماما، ما نخدموش بها وهي سخونه، غادي ندوزو نحشيو الرغيفات ديالنا وهانتوما معايا. Thank you.
نعم، من بعد ما انتهينا من الحشو ديال الكميه كامله ديال الرغيفات اللي عندنا، كما تشوفوا الشكل ديالهم كيجي بحال هكذا. صافي غادي ندوز نسخن المقله ونبدا مباشره نخبزهم، ما نخليهمش يرتاحوا مازال. دائما واحد العافيه اللي كتكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده. كنرققهم واحد شويه، يعني ما كنبسطهمش بزاف، كنخليهم باش يجيونا شويه مهبرين. صافي، وكنبدا كنوضع في المقله على هذا الشكل. من بعد ما طيبنا الرغيفات ديالنا اللي سبق لينا وعمرناهم بخيزو والبصله، كيجي الشكل ديالهم بهالطريقه. صراحه طريقه سهله بزاف، بسيطه، وبلا ما نهضروا على الفوائد ديال الجزر اللي مهمه بزاف في تقويه البصر والمناعه. وكنا معارفين باللي في هذه الازمه احنا محتاجين لواحد المناعه اللي تكون طالعه وتكون مزيانه. كنتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم وبالصحه والراحه، الى فيديوهات اخرى باذن الله. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتلايكيو لا فيديو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. كذلك ما تنساوش اللي عجبتكم الوصفات بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء، علاش لا تهما يديروها لوليداتهم. معكم هاد لا فيديو، غادي ندوز باش نقسم معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها في الداخل كيفاش كتجي مرقه وخفيفه. اما البنه ما نهضروش عليها، كيجي ولداد لداد لداد بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. وبالصحه والراحه، الى فيديوهات اخرى باذن الله. الى اللقاء.